يقول الزهري كما في صحيح البخاري: دخلت على أنس رضي الله عنه وهو يبكي بكاء شديدا، فقلت له: وما يبكيك؟ فقال: لا أعلم شيئا مما أدركت عليه زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. بل قال رضي الله عنه كما عند البخاري، قال لمن هم في عصره: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات، من الكبائر.